علماء التربية بيقولوا ان الوزن التربوي للام اذا كانت فعلا مربية يعني بيرفكت او فاهمة دورها، وزنها الحقيقي بيساوي الاب بـ3 مرات. فمعنى الكلام ده ان ترمل الام او طلاقها او سجن او اعتقال او سفر الاب، اي نعم، كلها نتيجتها النهائية ان طفل بيتربى في عدم وجود اب وام لوحدها بتربي. ولكن لو الام دي عندها فهم للتربية وبتربي بحب وبتربي بمزاج وعندها صبر، وحطوا تحت الصبر دي 10 20 خط، هتبقى قادرة بطراز رفيع على تربية الطفل وإعطائه كل اللي بيحتاجه. وبالمناسبة ما يعيبكيش أبدا ولا يعيب ابنك إنك وحدك اللي بتربيه. وزبكم من الهبل بتاع أصل ده تربية واحدة ست والكلام العبيط اللي بقينا بنسمعه وبنشوفه، لأن اللي بيقوله ينم على إنه مش فاهم وما عندوش تمييز للكلام اللي بيتقال. إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل اللي ربته كانت أمه، وشوفوا كانت بتعمل معاه إيه. كان وهو عنده 7 سنين بتصحى قبله لصلاة الفجر تسخن المية عشان توضي ابنها وتاخده تنزله لصلاة الفجر وعشان يحضر مجالس العلم. شوفوا الأم الواعية الفاهمة، فطلع أحمد بن حنبل بالشكل اللي احنا نعرفه. الإمام البخاري نفس الكلام، والإمام الشافعي كذلك نفس الكلام. اللي ربتهم كانت أمهاتهم وبذلت معاهم جهد كبير في التربية فطلعوا أئمة يفخر بيهم العالم كله. حتى ابن حجر اللي ربته كانت أخته 6 الركب، فما فيش حاجة اسمها أصل التربية ده تربية واحدة ست. تربية واحدة ست ممكن تكون أحسن من تربية اللي موجود وسط أب وأم، طول ما الست فاهمة والأم عارفة دورها وعارفة ازاي تربي صح. ويليام دالاس بيقول ان اليد التي تهز السرير هي اليد التي تحكم العالم، اذا فهمت الام هي بتعمل ايه. الفكرة كلها في تركيزك في التربية ومعرفتك كويس قوي ايه المفروض تعمليه. وحطي في بالك كويس جدا انك حتى لو لوحدك هتقدري تطلعي شاب سوي وطفل سوي يؤدي في النتيجة لرجل صاحب شخصية محترمة وصاحب شخصية يرفع لها القبعة. محتاجة بس انك انت تحوطي نفسك باللي يشجعوكي، ما تسمعيش لأي كلمات من كلمات المحبطين او المثبطين. حوطي نفسك وولادك بحد مجتمعه شبه مجتمعك وبالأفكار اللي انت عايزة تدخليها في ولادك، ساعتها هتفرق معاك كتير. زي ما بيقول المختصين انك لحد سن 12 سنة هتقدر تمشي الدنيا كده من غير وجود راجل، لكن بعد كده بشكل كبير هتبدأي تبقي محتاجة تدخلي راجل في حياة الطفل. وبالتالي انت محتاجة تدوري على حاجة بيسموها الأب البديل، يعني محتاجة تستعيني بحد من الأقارب المحارم. وزي ما بقول لكم المحارم زي مين مثلا؟ زي العم، الجد من الطرفين، أبو الأم أو أبو الأب، أو الخال. مهم حد من محيطك يدي للطفل الصورة المثالية عن الراجل في وجوده في حياته عامل ازاي، وفي نفس الوقت يساعدك في الأمور اللي ممكن تكون فيها عندك مش عارفة تتصرفي وعايزة تدخليها للطفل. أنا عارفة طبعا أن الحمل عليك كبير وأنك مطلوب منك تقومي بدور الأب والأم مع بعض، وممكن تكوني كمان بتشتغلي، ولكن افتكري أن ثوابك عظيم وأجرك كبير جدا زي السيدة مريم، هي اللي ربت سيدنا عيسى لوحدها.